له رونق خاص داخل القلعة البيضاء، ويعتبر أكثر من مجرد رقم في مدريد. سيأتي بمسؤولية كبيرة جدا على راقص السامبا فينيسيوس، بالنظر إلى العديد من الأسماء اللامعة التي ارتدته في النادي الملكي، أبرزهم راؤول والأسطورة البرتغالية دون رونالدو. وفي هذا التقرير سنقدم لكم أساطير ريال مدريد الذين ارتدوا الرقم 7. قدسية الرقم 7. يحمل القميص رقم 7 رونقا فريدا من نوعه داخل أروقة فريق ريال مدريد، فهو لا يعامل معاملة أي رقم داخل الفريق، حيث ارتدى هذا القميص أعظم وأشهر الأساطير للوس بلانكوس على مدار التاريخ. ارتبط كثيرا هذا الرقم بمشجع الميرينجي، لذلك ستقدم لك ستيب سبورت قائمة بأفضل اللاعبين الذين ارتدوا هذا الرقم في تاريخ ريال مدريد الإسباني. والبداية من خوسيتو، الذي يعتبر أحد أساطير الريال الذين حملوا هذا الرقم ليحقق خوسيتو أول لقب أوروبي مع الميرينجي، بعدما استطاع هو وزملائه بتحويل الخسارة من 0-2 إلى فوز بنتيجة 3-4 على فريق ستاد ريمس في المباراة النهائية للبطولة. فقد شارك المهاجم الإسباني في فوز لوس بلانكوس في 4 من أصل 5 كؤوس أوروبية متتالية حققها الفريق، حيث قدم أداء كبيرا مرتديا القميص رقم 7. مثل خوسيتو الملكي من عام 1951 إلى 1959 لعب 178 مباراة رسمية وسجل 77 هدفا، ساهم في الفوز ب4 من 5 كؤوس أوروبية متتالية حققها ريال مدريد خلال وجوده. بدأ خوسيتو مسيرته مع فريق أتلتيكو زامورا، ثم انتقل بعدها إلى ريال مدريد ليسطر اسمه وسط أعظم أساطير الكرة للفريق الملكي على مدار التاريخ. فقد تميز اللاعب بتنوع مهاراته في وسط الملعب وعلى الطرفين، وكذلك بتضحيته ومثابرته. أمانسيو أمارو. بدأ أمارو مسيرته الكروية في صفوف فريق ديبورتيفو لا كورونا بعد أن صعد لأول مرة للدوري الإسباني الممتاز موسم 1959. شارك أمارو في مركز الجناح الأيمن ليلفت أنظار رئيس ريال مدريد سانتياغو برنابيو، الذي وقع معه وعمره 22 عاما بصفقة تاريخية. بعد انتقال أمارو للفريق فشل الميرينجي بتحقيق الكأس الأوروبية في أول موسم له، بينما صعد للمباراة النهائية في موسمه الثاني ولكنه خسر أمام إنتر ميلان. لكن سرعان ما عوض أمارو ذلك بفوزه ببطولة أمم أوروبا برفقة منتخب إسبانيا عام 1964، فقد سجل هدف الفوز أمام المجر في الدور نصف النهائي، ثم هزم منتخب الاتحاد السوفيتي ليحقق اللقب مع الماتادور الإسباني. فاز أمارو بالكأس الأوروبية مع ريال مدريد موسم 1966، لتصبح هذه البطولة الأوروبية الوحيدة له مع الفريق، واستمرت مسيرته لمدة 14 عاما مع الملكي. فاز فيها ب9 ألقاب دوري ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 7 في تاريخ الفريق. خوانيتو. بدأ خوانيتو مسيرته في صفوف الفريق الشباب لأتلتيكو مدريد، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول. مضى اللاعب 4 مواسم مع فريق الشباب، وقدم أداء كبيرا ليلفت أنظار ريال مدريد، وتعاقد معه ليصبح أحد أبرز لاعبي الفريق في التاريخ. لعب خوانيتو 400 مباراة مع الفريق، وتميز بروحه المعنوية المرتفعة وعشقه للمنافسة والفوز، ليحقق 5 بطولات دوري، بالإضافة إلى بطولتي كأس إسبانيا وبطولتي كأس أوروبي. انتهت مسيرة اللاعب مع الفريق بشكل مأساوي للغاية، بعد أن توفي بحادث سيارة وعمره 37 عاما، لتخلد الجماهير ذكراه حتى يومنا هذا. فكلما جاءت الدقيقة 7 من عمر المباراة تهتف الجماهير باسمه تخليدا لذكراه. رايموند كوبا. لفت المهاجم الفرنسي أنظار الجميع في المباراة النهائية التي جمعت ريال مدريد وستاد ريمس في نهائي دوري الأبطال موسم 1956. يتعاقد رئيس الميرينجي سانتياغو برنابيو مع كوبا نظرا لإمكانياته الفريدة، وبمجرد أن شارك مع الفريق ظهر تأثيره بشكل كبير ليساهم في فوز لوس بلانكوس ب3 كؤوس أوروبية ولقب الدوري الإسباني خلال مسيرته التي استمرت 3 سنوات. تألق كوبا بشكل كبير في موسم 1958، حيث ساهم في فوز الميرينجي باللقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال، بالإضافة إلى احتلاله للمركز الثالث ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، وفاز أيضا بالكرة الذهبية لهذا الموسم. على الرغم من بقائه في مدريد لفترة قصيرة للغاية، إلا أنه وضع نفسه في مكانة مميزة نظرا لإمكانياته الكبيرة التي ساعدت على تتويج الفريق بالعديد من البطولات. إيميليو بوتراجينيو.
أحد أساطير الملكي، ومثل الفريق من 1982 حتى 1995، خاض 463 مباراة رسمية و196 مباراة ودية، سجل 217 هدفا، ومثل منتخب إسبانيا في 69 مباراة ودية. لقب ببويتري أو النسر على اعتباره أحد أبرع اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية ككل. يشغل الآن منصب مدير العلاقات المؤسسية في الفريق. راؤول غونزاليس يعتبر أحد أبرز نجوم العصر الحديث والهدافين الاستثنائيين في تاريخ ريال مدريد. مثل النادي للفترة من 1992 إلى 2010، خاض 741 مباراة رسمية وسجل 323 هدفا، لعب 102 مواجهة مع منتخب إسبانيا. لقب بالقائد الأزلي لريال مدريد بحسب موقع النادي، وشارك في دوري الأبطال بعمر 18 عاما، وفي 20 مايو أيار 1998 فاز بالبطولة الأوروبية السابعة مع الفريق في مباراة نهائية رائعة أمام يوفنتوس الإيطالي. كرر راؤول غونزاليس التجربة في عام 2002 مسجلا أهدافا في النسختين، وهو من اللاعبين القلائل الذين تجاوزوا حد 100 مباراة برفقة المنتخب الإسباني. كريستيانو رونالدو آخر الأساطير الذين حملوا هذا الرقم. انضم رونالدو إلى صفوف فريق ريال مدريد في صفقة تاريخية، ولكنه في البداية ارتدى القميص رقم 9 فور وصوله نظرا لارتداء الأسطورة الإسبانية راؤول الرقم السحري. بعد أن رحل راؤول عن صفوف الميرينجي، ارتدى رونالدو رقمه المفضل ليكتب واحدة من أعظم الحكايات الكروية للريال على مدار التاريخ. سجل البرتغالي 450 هدفا في 438 مباراة مع الميرينجي، منها 44 هاتريك، بالإضافة إلى تسجيله لأكثر من 50 هدفا لمدة 6 مواسم متتالية مع الفريق. لا يمكن وصف رونالدو إلا أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وبكل تأكيد فهو أفضل من ارتدى القميص رقم 7 مع لوس بلانكوس. لكن ومنذ رحيل رونالدو في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، فقد الرقم 7 في ريال مدريد هالته المذهلة بالنظر إلى الأسماء التي حملته بعد رحيل صاروخ ماديرا. بعد رحيل رونالدو حمل لاعبان القميص رقم 7 في ريال مدريد، هما ماريانو دياز خلال موسم 2018-2019، ثم إيدن هازارد منذ موسم 2019-2020، وحتى رحيله في صيف 2023 بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي. والآن يبدو أن هناك بريقة أمل جديدة للرقم 7 في ريال مدريد، بعدما تم الكشف عبر الموقع الرسمي للنادي الملكي عن انتقال الرقم التاريخي إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور. البرازيلي سيكون عليه حمل الثقة للرقم 7 في ريال مدريد بعد مواسم مخيبة للرقم التاريخي في الفريق الملكي، لكن ما قدمه فيني منذ وصوله في صيف 2018 يرشحه ليصبح الوريث المثالي لهذا الرقم، ويفتح الباب لتصبح رقصة الصمبا التي يؤديها البرازيلي بعد أهدافه برونق أكبر ورقمه الجديد على ظهره. برأيك هل سيكون فينيسيوس قادرا على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟